السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ تقطع، الحمد لله بخير، بخير، خلاص ماشي. عايز بس اسأل حضرتك سؤال مختصر. اتفضل. دلوقتي أنا كنت كان لنا بيت في البلد وكده، وكان عمي وأسرته وكده، وكان هو يعني كله معاه بس. كان بيتنا احنا، فأنا عملنا كده يعني مشكلة وجبنا يعني. انا ما انا فاهم حاجه، قلت كان لكم بيت وكده وما اعرفش عمك وكده ومش عارف انا ايه، مش عارف ايه كده. ما السؤال باختصار ثانية؟ يعني عمي خلفته كلها بنات وهم كانوا عايشين في البيت نفسه. عمك خلفته كلها كلهن بنات وعايشين في البيت. تمام. وانا برضه كان بيتنا وهو مبنيه وسيب فيه وكده. ولازم كده يعني ايه، ولكم نصيب في البيت انتم. تمام. واعترضت وانا اخذت النصيب بتاعي في البيت وضيعت عليهم. هل كده انا ظلمته ولا كده؟ يعني نصيبك مجنب عن نصيبهم ومختلط بالبنات ولا؟ لا، كان مختلط معاهم. لا الان يعني لما انت اخذت نصيبك ما زال مختلط بنصيب البنات؟ عفوا. لا ما بقاش مختلط. يعني عملت فاصل. عملنا فاصل. لست بآسف. تمام، شكرا لك. شكرا لك. لكن يعني المروءة تقتضي أحيانا إذا كان الله موسع على الشخص. ماشي.